وضع سياسي معقد يقول كثير من المتابعين في تونس على المستوى السياسي خصوصا، دون الحديث طبعا عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي. اتحاد العام التونسي للشغل يتضجر ويشتكي من المضايقات على حرية التعبير ومن استهداف مؤسسات المجتمع المدني. أحزاب سياسية ساندت الرئيس قيس سعيد تتضمر كذلك من الوضع ومن إقصاء الأحزاب السياسية عن الحوار بشأن تغيير قوانين عدة حقوقيا. كذلك مجموعة التي وصفت بمجموعة التآمر على أمن الدولة المسجونة الآن لأكثر من سنة تدخل في إضراب جوع، والمحامون يطالبون بمحاكمة عادلة لهؤلاء. كل هذا سنتناوله في مشهد اليوم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. نبه الاتحاد العام التونسي للشغل مما وصفه بتنامي التعديات على الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيات والتونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب حسب تعبير البيان. وأكد بيان الاتحاد رفضه ضرب كل نفس احتجاجي وتقييد حرية التعبير والصحافة والتفكير، كما جدد الاتحاد المطالبة بسحب المرسوم 54 ووجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية ورفض محاكمة المواطنين بمجرد قرار سياسي أو تصريح إعلامي من دون استنادات أو قرائن. ودان الاتحاد ما سماها سياسة التفرد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفات مراجعة القوانين. هذا وأعلن 5 سياسيين تونسيين بارزين مسجونين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يصفونه بتعمد السلطات افتعال القضايا ضدهم وتأخر جلسات محاكمتهم منذ اعتقالهم في فيفري من العام الماضي وعدم توجيه تهم واضحة لهم. نتابع التقرير ثم نشرع في النقاش. بات الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم يمسك بزمام جميع السلطات في البلاد، وهو الذي لم يعرف طعم السياسة إلا بعد الثورة. وعلى الرغم من التأييد الذي حظي به سعيد، تبدو تونس اليوم مهد الثورات العربية كأنها تنزلق نحو الاستبداد. وقد قطع الشك باليقين عندما اتخذ قيس سعيد إجراءات استثنائية جديدة تعزز سلطاته من خلال المرسوم 117. وسجل الاتحاد العام التونسي للشغل تصاعد الهجمة ضده وضد مناضليه باستعارة وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي وشن حملات التشويه والتشهير والتجيش والتحريض وفقه. كما عبرت تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية وفق بيان لها عن مساندتها التامة واللامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم بعد دخول الموقوفين السياسيين في سجن المرناقية في إضراب جوع احتجاجا على اعتقالهم تعسفيا. وقد حملت هذه الأحزاب ما وصفتها بمنظومة الانقلاب مسؤولية عواقب سياسة التشفي تجاه المضربين عن الطعام، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيين. ويرى مراقبون أن ملاحقة شخصيات سياسية وإعلامية معروفة هدفها قطع الطريق أمام منافستها للرئيس قيس سعيد في سباق الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري، التي أكد الرئيس نفسه أنها ستجرى في الخريف المقبل.
مشاهدينا أرحب بكم مجددا، وأرحب كذلك بضيفي حاليا من تونس، عضو مؤسس لمنظمة محامون لحماية الحقوق والحريات الأستاذ مختار أجماعي. مرحبا بك أستاذ مختار، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. ومن باريس الناشطة الحقوقية والسياسية دكتورة سهام بادي، مرحبا بك دكتورة سهام، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. كما سينضم إلينا ضيوف آخرون. دكتور أستاذ مختار أجماعي، أود منك تعليق في البداية على بيان الاتحاد الذي رآه البعض وكأنه خروج عن الاصطفاف الذي أبداه الاتحاد في بداية 25 جويلية 2021. يتحدث الاتحاد على تنامي التعديات على الحقوق والحريات، يتنامي على الإصرار على تسليط، هو هذا استعمل العبارة، تسليط المرسوم 54 على رقابة التونسيات والتونسيين، وتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب. كلمات قوية ومصطلحات قوية بدأ يستعملها الاتحاد قبل شهر كذلك، حتى الطبوب في اجتماع عام تحدث على ما سماه منشور تكميم الأفواه، منشور 54. ما هي دلالات أو قراءتك أنت في هذه التصريحات القوية تجاه الرئيس قيس سعيد الذي طبعا هو الوحيد الذي يمثل السلطة التنفيذية اليوم؟ هو موقف تأخر كثيرا، الحمد لله أنه تأخر، ولكن لم يتخلف الاتحاد باعتباره أهم القوى الوطنية في هذه البلاد، الاتحاد الذي اصطفى بدءا مع الانقلاب وناصره وعمل كل ما في وسعه لنجاحه ولخطبة وده. لا ننسى أن للاتحاد انطباعات ايديولوجية وناشطين يرون. أستاذ مختار يبدو انقطع الخط معه، سنعيد ترتيب الأمر معه. دكتورة سهام أحاول لك السؤال، لكن قبل دعيني أرحب الأستاذ زياد الهاشمي عضو مجلس النواب المنحل من بروكسل، مرحبا بك أستاذ زياد، شكرا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. دكتورة سهام، ما هي قراءتك في هذا الكلام، هذه المصطلحات التي استعملها الاتحاد في بيانه الأخير؟ هل بدأ يستفيق من الطريق، دعنا نقول، أو يتراجع أو يعدل في الموقف الذي كان عليه في 25 جويلية 2021؟ الأكيد أنه هذا الموقف تأخر كثيرا، يعني لا ننسى المحاكمات العسكرية وأن السجون الآن يعني فيها صحفيين وإعلاميين وسياسيين وقضاة ومحامين، وشفتوا أنه أغلب الملفات فارغة وأن المحاكمات لم تكن عادلة، ورأينا كل ما فعله قيس سعيد بالقضاء وباستقلالية القضاء، ويعني إشاعة حالة الخوف وحالة الرعب في صفوف المواطنين وتكميم الأفواه والقضاء على أي حياة سياسية أو جمعيتية مخالفة لقيس سعيد. والاتحاد هذه المنظمة العريقة التي تعودت الاصطفاف إلى الشعب ليس فقط في مطالبه الاجتماعية، ولكن حتى في الحقوق والحريات، مما مكنه من الحصول على جائزة نوبل للسلام مع الرباعي وقت الحوار الوطني في تونس. وبالتالي الذي أهل في وقت من الأوقات أن يتحصل على جائزة نوبل من للسلام يعتبر قد خذل بلاده اليوم حين تأخر موقفه على مناصرة الحقوق والحريات وعلى معارضة ما نراه من تقهقر وتراجع للوضع الحقوقي والاجتماعي في تونس. فحتى يعني كمنظمة شغيلة تنحاز إلى المطلبية الشعبية مع الغلاء ومع الحالة المتدهورة الاقتصادية التي وصلت إليها تونس اليوم، لا نراه ولا نسمع له صوتا حتى في المطالب الاجتماعية، فضلا عن المطالب الحقوقية وعلى المطالب السياسية. شكرا دكتورة، سأعود إليك بعد قليل. أستاذ المختار تفضل، واصل ما كنت تتحدث فيه قبل الانقطاع، تحدثت وقلت الحمد لله أنه جاء متأخرا ولم يتخلف موقف الاتحاد.
ولكن يجب أن نضع هذا الموقف في صيرورته التاريخية. الاتحاد اليوم حينما أحس الاستهداف، رغم أن تقريبا جميع الملاحقات التي طالت قيادات في اتحاد الشغل خاصة الجهوية منها تأسست على قضايا فساد وقضايا حق عام وقضايا كثيرة، أيضا ضرب الرصيد البشري للاتحاد عام تسر الشغل من خلال الإلغاء التفرغ النقابي، وبالتالي رجوع قياداته لسالف نشاطهم المهني، هو الذي كان وراء اتخاذ موقف هذا الموقف. إذن أقولها بصفة صريحة ولا أجامل أحدا، أن خطوة الاتحاد إنما كانت انتصارا لنفسه ليس انتصارا للقضايا الحقوقية. لا تنسى أيضا أن هؤلاء المجموعة الذين أعلنوا عن إضراب الجوع يوم ناشدوا الاتحاد وأرسلوا له برسالة منذ شهر ونصف تقريبا، لم يتلقفها الاتحاد ولم يعطيها المكانة التي تستحق ولم يناصر هؤلاء الذين التجوا إليه، ولكن موقفه اليوم أعتقد أن فيه من الأنانية الشيء الكثير. أعتقد الآن أن أظافر الاتحاد قد قلمت، وأن النهضة وأن السلطة لم تعد تخاف هذا المارد الذي عاد إلى قمقمه، بالتالي نعتقد أنها، لذلك قلنا أنها جاءت متأخرة، ولكن خير ألا تأتي أبدا. أستاذ زياد الهاشمي، ما تعليقك أنت إذن؟ هل هو انتقام واستنصار لنفسه أم شعور بالخطر الذي كما قال البعض بات يهدد الجميع؟ لأنه نفس الموقف هذا المتشدد رأيناه من نقابة الصحفيين التي هي في البداية كانت كذلك واصطفت مع قيس سعيد، رأيناه الآن قبل يومين زهير المغزاوي في تصريح للعرب الجديد يتحدث على أنه هناك بالضبط يقول بالضبط أنه أرادوا أن يكون مسار 25 جويلة مسارا تصحيحيا، لكن الانحرافات بدأت تطل من كل حدب وصوب. كل هؤلاء الذين يتحدثون الآن ضد سياسة قيس سعيد وكانوا في البداية معه، هل هي استفاقة أم لأنهم صاروا هم أنفسهم ذاتيا مستهدفين؟ لا سيد الكريم، ليست صحو الضمير، بإنما يعني من مبدأ أنه النجاة من يعني من العاصفة الانقلاب، هذه واحدة. وخلينا نقول عنوان كبير بالنسبة للاتحاد اليوم، هو مكره أخاك لا بطل. يعني اليوم عندما نقرأ البيان اللي نزله الاتحاد البارح وفيه عبارات يعني نوعا ما يعني فيها حدية تجاه سلطة الانقلاب، لا أعتقد أنها جاءت من موقف بطولي أو من موقف مبدئي، وإنما اليوم الاتحاد بعد ما ساند انقلابين، لأنه فما معلومة مهمة جدا، الاتحاد ساند ليلة 25 جويلة الانقلاب ضد البرلمان، وساند انقلاب أخطر منه، انقلاب ضد يعني مجلس القضاء، اتحاد الفلاحين. لأنه لا ننسى اتحاد الفلاحين والانقلاب اللي قام به قيس سعيد، صراحة صرح قيس سعيد بأنه هو صاحب الانقلاب، كانت بروفة لما سيحدث من بعد لاتحاد الشغل، وكانت إجابة اتحاد الشغل فاجأت الجميع، قال هو شأن داخلي لاتحاد الفلاحين. وهذا اللي خلى منذ أسبوع نور الدين بن عياد لما سألوه يعني قائد الانقلاب متاع اتحاد الفلاحين، قالوا له شنية رأيك أنت في اللي قاعد يصير داخل اتحاد الشغل، عاود نفس الإجابة حرفيا، قال هو شأن داخلي لاتحاد الشغل. يعني كما نقوله يعني المتسلفة مردودة، أنتم قلتوا ما هو الاتحاد الفلاحين اللي صار فيه شأن داخلي، اليوم اللي قاعد يصير داخل اتحاد شغل هو أيضا شأن داخلي. إذن العنوان الأبرز لنقابة الصحفيين والاتحاد الشغل هي اليوم راه ما عاش عندهم، يعني قد نذكر قبل الباجي قاعد سبسي قال واخر لين ظهر لبيوم وفاء، هما انبطحوا لين ما عاش عندهم حتى مجال للمناورة وللانبطاح، ما عاش عندهم حل. هما اليوم من مبدأ
مقرن أخاك لا بطل. أعود إليك أستاذ زياد. دكتورة سهام، في ذات الموقف يعني، وحديثا عن أسباب خروج الاتحاد بمثل هذا الموقف بمثل هذه المصطلحات، لأن هي عبارات قوية حقيقة إذا قسناها بتجرد يعني بعيدا عن السياقات، يعني لما يتحدث عن الخوف، أجواء الخوف، يتحدث عن مناخات الرعب، يتحدث عن تكميم الأفواه، يتحدث عن استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية، ورفض محاكمة المدنيين بقرار سياسي، هي كلها كلام تقول في جبهة الخلاص على سبيل المثال المعارضة. ما الذي جعل الاتحاد الآن يستعمل نفس مصطلحات المعارضة؟ هل انتقل فعلا للمعارضة الآن الاتحاد، وبالتالي سنشهد مرحلة أخرى من علاقته بالسلطة؟ هو هناك تفسيرين. التفسير الأول إما أنه يكون الاتحاد يريد إنقاذ نفسه، لأنه هناك حديث يدور في الكواليس على سير قيس سعيد نحو حل كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات، يعني هو مثل ما حل البرلمان وحل المؤسسات الدستورية وكل ما جاءت به الثورة، بقيت بعض الأحزاب التي تنشط وبعض الجمعيات القوية التي يريد أن يهوي عليها بفأسه حتى لا يجعل له في الساحة أي طرف يمكن أن يعارضه أو أن يقف ضده في يوم من الأيام. فهناك حديث يدور على أنه له رغبة حقيقية في إضعاف وفي كسر شوكة الاتحاد اللي بدأ فيها منذ مدة، ولكن كما قالوا يعني رفع الدعم المادي على الاتحاد، يعني من استقطاع الأموال من الأجور، هذه مرحلة من مراحل هدم هذه المنظمة. وبالتالي جاء الوقت للاتحاد لأن ينقذ نفسه إذا أراد ذلك، وبالتالي لا يمكن أن يمر أيضا ذلك إلا عبر شيئين: إما التواطؤ مع قيس سعيد ومشاركته في انقلابه وتزكية كل ما يفعله الآن، أو أخذ موقف جدي من كل ما يصير. ولما لا، يعني إذا كان الاتحاد حتى ولو أنه تأخر في موقفه، إذا كان يريد أن يصطف الآن يعني وقفة رجل واحد ضد هذا الاستبداد وهذا الطغيان وهذا التفقير والتجويع وضرب الحريات السياسية وحقوق الإنسان، فمرحبا به في ساحة المعارضة. يعني المعارضة هي حاضنة الجميع، وكلما كانت المعارضة كلما كان هذا الحائط سدا منيعا في وجه قيس سعيد، كلما مثل أكثر قوة في وجهه، وكلما كانت يعني مواقفه وأعماله تؤتي أكلها أفضل. أعود إليك دكتورة بعد قليل. أستاذ مختار، هل يمكن ما قالته دكتورة مهم، يعني بمعنى أنه هذه سياسة في نهاية الأمر، وسياسة فيها مصالح يعني في نهاية الأمر، هل يمكن فعلا يعني بمعنى جلب الاتحاد إلى جانب المعارضة، الاستفادة من هذا الموقف، دفعه إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأنه الجبهة أعلنت في بيان أنها ستعود للشارع مرة أخرى بعد، لأنه توقفت بسبب غزة وغيره، أنها ستعود للمطالبة بإطلاق سراح المساجين والنشاط في الشوارع. كيف يمكن الاستفادة من هذا الموقف برأيك؟ هذا سؤال مهم، ولكن أعتقد أنه ليس السؤال الأهم، لأن السؤال الأهم إلى أي مدى أن الاتحاد قادر اليوم على إيقاف الزحف الذي يمارسه الانقلاب على مختلف المؤسسات، وعلى تغطية الفشل في سن سياسة اجتماعية في البلاد. ضروري أن ينضم الاتحاد إلى القوى الديمقراطية التي لا تزال متعلقة بتعاليم الثورة. ثانيا، لا، فإن ذهاب الاتحاد إليها هو بالنهاية مكسب للطرفين، لأن الاتحاد عم بيسوي الشغل، لا يمكن أن يعيش إلا في ظل ديمقراطية، ولا يمكن لأي تحرك إن لم يكن الاتحاد عنصرا فعالا منه من أن يحقق كثير من مبادئه. ولكن نعتقد أن هذا الأمر بعيد عن الاتحاد. لا تنسى أن الاتحاد زيادة على ما ذكره الصديق من ضربه للثورة في مناسبتين، أنا أقول إنه ضرب الثورة في ثلاث مناسبات أبدأ بآخرها: بمناصرة الانقلاب، أوسطها بما رعاه من حوار وطني هو في النهاية
عملية انقلابية على الشرعية الانتخابية والشرعية الثورية. ثم أهم من ذلك أنه حينما كان الثوار في الشوارع يعلنون عصيان ضد بن علي، كان جراد الأمين العام لاتحاد عام قسم الشغل يجلس مع بن علي، نشاهده في التلفاز يحاول أن يلملم الأمر ويحاول أن يوجد له مخرجا. بالتالي أعتقد أن انضمام الاتحاد للكتلة الوطنية المعارضة للانقلاب هو مكسب للاتحاد أكثر مما يكون العكس. نحن نتمنى هذه الاتفاقة، ولكن طالما كان في الاتحاد قيادات تغلب المعطى الإيديولوجي على جوهر دور الاتحاد، فإننا لا نعتقد أننا سنجد تقاربا صريحا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعادية للانقلاب من جهة أخرى. يعني واضح ضيوف الكرام أن هناك وعيا حتى من قبل المواطنين أو المتابعين. يعني لما أحدهم وضع البيان على منصة الإكس وعنوان اتحاد الشغل يصدر بيانا شديد اللهجة تجاه السلطة وينادد بالنزوع نحو الاستبداد والتسلط، التعليقات على هذا البوست يعني كلها، واحد قال صح النوم، واحد قال وراس خويا عندي سنوات طالب بهذا الله غالب، الآخر قال بروا كملوا القايلة وبعدين نحكيه، البعض واحد قال اتحاد الخراب والخرفان وغيره، البعض قال ما ملي شدوا حسين عباسي وطبوبي وعصابات سراق على حسب وصفه هو وما عنده وين يوصل. يعني ما فيش أي تعليق على هذا الخبر إيجابي أو أنه يثمن من خلالها هذه التفاعل دعنا نقول مع هذا. أعود للدكتورة لأنها ستغادرنا لأختم معها بسؤال ثم أعود للأستاذ زياد. الإضراب الآن أستاذة لما يتعلق بما معروفين بقضية التآمر، دخلوا في إضراب جوع، وربما لا أدري تبعتي كذلك رسالة زوجة أحدهم اللي هو عبد الحميد الجلاسي، رسالة مؤثرة لأنه منعوها من لقاء زوجها وهي تشك في أنه مريض بشكل كبير ولذلك منعت لأول مرة كما قالت. فهناك وضعية للمساجين فعلا تستحق الحديث. لماذا السلطة إلى حد الآن ترفض عرض هؤلاء على المحاكمة؟ هم يطالبون بذلك، المعارضون يطالبون بذلك، محاموهم يطالبون بذلك، والسلطة إلى حد الآن بعد أكثر من سنة ما زالت تحتفظ بهم دون عرضهم على القضاء بتهمة كبيرة. يعني السلطة الحالية بوزيرة العدل الحالية بوزيرة عدل قيس سعيد وبقضاة قيس سعيد، برغم أن كل آلة القضاء يعني في يده، ولكن نرى أنه في حرج لأنه الملفات فارغة والملفات لا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي كان يعددها وكان يتهم بها خصومه، وبالتالي فهو يؤجل ذلك لأنه يريد أولا كما قال هو أنه لن يسمح لأي من الخونة أن يترشح على الانتخابات القادمة، هناك أيضا استحقاقات انتخابية قادمة، وهو من مصلحته أن يقبع هؤلاء في السجون وأن يحاكم كل الذين تسول لهم أنفسهم ربما الترشح قبلته، وبالتالي فهو يحاول أن يربح الوقت في اعتقادي، ويحاول أن لا يورط نفسه في محاكمات سوف تؤدي فعلا إن كانت عادلة إلى إخراج كل هؤلاء الذين يقبعون ظلما وعدوانا سوف يخرجون من السجون. نعم. وبالتالي فهو يربح الوقت. ومن المهم أيضا أن نلفت الانتباه إلى أن المضربين عن الطعام لا يضربون الطعام اليوم على وضعيتهم كمساجين وعلى الظلم الذين يتعرضون إليه، ولكن هم يطالبون بالحريات العامة ورفع اليد على كل المظالم الموجودة ويعني الحريات لكل الشعب التونسي خارج السجن. يعني القضية التي اليوم يضربون من أجلها ليست شخصية وليست فردية ولا تهمهم هم فقط، ولكن تهم الوضع الحقوقي، وضع الحريات العامة اليوم. نعم. في البلاد،
فتحية لهم من خلال هذا المنبر على صمودهم وعلى تمسكهم يعني بالقضية، وعلى أنهم لم يطأطئوا رؤوسهم كما أراد قيس سعيد، ربما كان يتمنى أن يطالبوا بإطلاق سراحهم هم أو أن تصبح القضية شخصية، ولكن قضيتهم هي قضية الجميع اليوم، كل الذين يمنعون من السفر، كل الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة، كل الذي يقع تخويفهم وترهيبهم ومنعهم من التدوين والكتابة وإبداء المواقف بكل حرية وبدون خوف أساسا. يعني فقيس سعيد اليوم يزرع الخوف ويبث في الشعب الرعب، وهذا لا يمكن أن يقبله شعب ذاق طعم الحرية وذاق يعني وعاش في ديمقراطية ولو أنها كانت ديمقراطية متعثرة، ولكن بدأ يشتم نسائم الحرية والديمقراطية. شكرا شكرا جزيلا دكتورة سهام بادية، ناشطة الحقوقية والسياسية، كنت معي من باريس. أذكر فقط مشاهدي الكرام أن هؤلاء الذين دخلوا في ضراب جوع احتجاجنا على وضعيتهم، بل مطالبين بمحاكمتهم، هم القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، المحامي والوزير السابق غازي شواشي، القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي، والمعارض السياسي رضا بالحاج. هؤلاء هم الذين دخلوا في إضراب جوع. أستاذ زياد، يعني أعود للحديث عن موقف الاتحاد برغم كل المؤاخذات والملاحظات التي سقتموها قبل قليل، لكن ألا يقوي هذا الموقف موقف المعارضة كذلك موقف جبهة الخلاص؟ ألا يعطي مزيد من الشرعية والصدقية لما تقوله جبهة الخلاص منذ 2021؟ سيد الكريم، فما مثل عربي يقول يعني وبسيط جدا، هو يقول لك أسلمت سارة فما فرح المسلمون ولا خسر النصارى. بمعنى عندما يعارض اتحاد الشغل قيس سعيد لا فرحت المعارضة ولا خسر قيس سعيد. لماذا؟ لأنه قيل معارضة اتحاد الشغل ليست في صالح الشعب، ليست دفاعا عن الشعب، ليست دفاعا عن المبادئ، ليس قال في أكثر من مرة طبوبي، قال من يسعون إلى جعل الاتحاد في صدام مع السلطة فلن يرون ذلك، وقال نحن لن نكون في صدام مع السلطة. إذن مش بالسيف الراجل تحبوا تردوه بطل، قالكم راني زوالي راني ناكل في خبزة ما تردونيش بطل. اليوم اتحاد الشغل لما يكون يعني معارض لل اليوم اتحاد الشغل لما يكون معارض للانقلاب ليس موقف مبدئي، وإنما هو يعارض في الانقلاب لأنه كما قولوا السكينة وصلت العظم، ما عادش عنده حل آخر إلا أنه يقف في مواجهة الانقلاب. لأنه اليوم اتحاد الشغل كان يظن أنه آلة القمع والفرم متاع الانقلاب ستقف في باردو، حدها النواب البرلمان والبضع من السياسيين وتقف غديكة، وإنما هو بشيخ ونصيبه من كعكة السلطة. ولكن لقى أنه السيرورة التاريخية دائما انقلابات باش تبدأ، تبدأ بالمعارضين ثم تمشي للموالين، وشفنا هذا حتى في الزمن القريب جدا في مصر. مصر بدأت يعني سكينة السيسي بالإخوان المسلمين ثم ذهبت حتى إلى أعضاء من لجنة تمرد الداعمين ليه، حتى من العسكريين اللي وقفوا مع في الانقلاب. إذن اليوم اتحاد الشغل نعاود نقول هو إذا باش يتحرك راهو ليس من موقف من منطلق موقف مبدئي، وإنما هو من منطلق مكره أخاك لا بطل. لأنه لا ننسى لا ننسى أنه اليوم اتحاد الشغل، وانت بيدك كنت أكدت الكلام هذا من خلال بعض التعليقات، اليوم قيس سعيد يعرف أنه اتحاد الشغل ضعيف جدا شعبيا، واتحاد الشغل أصبح مكروه حتى شعبيا، وما عندوش قدرة لا على التعب الشعبية. قد
يجمع جزء من أنصاره، ولكن شعبيا اتحاد شغل فقد تماما المصداقية متاعه، وهذا اللي يجعل قيس سعيد في موقف يعني قوي جدا، ويعرف انه لما باش يقضي على اتحاد شغل ماهوش باش يشد في يده كما يقولوا غلوه. لهذا اليوم قال اتحاد شغل مكرون اخاك نبت نعود نقول لك، ولكن هل هذا سوي قوي جبهه المعارضه؟ انا اقول لا. واضح. طيب ينضم إلينا من تونس الناشط السياسي والنقابي الأستاذ أحمد الكحلاوي. أرحب بك أستاذ أحمد وأشكرك على الانضمام إلينا. مرحبا بك. أود في البداية تعليق منك على هذا البيان الذي أصدره الاتحاد أول مرة منذ 25 جويلية 21. يصدر الاتحاد بيان شديد اللهجة، هكذا وصفه بعض المعلقين، تحدث فيه عن تنامي التعديات على الحقوق والحريات، إصرار السلطة وذلك عبر إصرار السلطة على المرسوم 54، يتحدث على تكميم الأفواه، يتحدث البيان عن إشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب، يتحدث كذلك على أن السلطة تضرب كل نفس احتجاجي وتقيد حرية التعبير والصحافة والتفكير. ما تعليقك على هذا البيان وهذه المصطلحات التي هي فعلا شديدة اللهجة من الاتحاد؟ يعني مع الأسف الشديد وضع الاتحاد، أنا قضيت في الاتحاد على 50 سنة، نعم، ومنذ 70 يعني، نعم، إلى اليوم، ولم أشهد أبدا وضعا مثل الوضع الراهن الذي يوجد عليه الاتحاد. طبعا هو الاتحاد ما هوش حتى في زمن بورقيبة وبن علي كان أقوى. يعني أنا قلت أنا من 70، نحن نتكلم على نفسي، يعني أنه الاتحاد عام 70 اليوم يشهد يعني هو وجه آخر. يعني لماذا؟ ما الذي تغير؟ نظرنا فيه هوش الاتحاد اللي نظرنا فيه، الاتحاد اللي حققنا خلال يعني العديد السنوات مكاسب عديدة وعديدة جدا، اتحاد اللي كان صوته مرفوع جدا، نعم، اتحادين، اتحاد الطلبة واتحاد العمال، كان تقريبا يتحكمان في حراك الوطني والسياسي وبقية القطاع. ما الذي تغير اليوم أستاذ أحمد إذن؟ الذي تغير هو أولا الاتحاد لم يعرف إلى اليوم أن يضع نفسه في المكان المناسب. خلينا نبدأ من البداية بالنسبة للسؤال هذا. نعم. يعني أول بيان صدر على الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر 25 جويلية كان بيانا داعما ل 25 جويلية، داعما لمشروع 25 جويلية، وهذا صدر ليس فقط عن الأمين العام أو المكتب التنفيذي، بل قرارات وبيانات صادرة عن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. يعني من هذا الموقف الدعم للمسار الجديد بدأ الأمر يعني يتراجع شيئا فشيئا، وبدأ شيء من التوتر داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعني يمكن البيانات ما أسباب التراجع إذن أستاذ أحمد، حتى نفهم أنت لأنك أنت من داخل المنظمة. نعم، بدأ التراجع. ما هي أسباب ذلك؟ أسباب التراجع على دعم 25 جويلية. الاتحاد لا يعمل بانسجام مع الوضع الجديد في البلاد. الوضع الجديد في البلاد شهد نظام جديد، سياسة جديدة، توجهات جديدة، وكلها يعني رحب بها الشعب، ورأينا كيف أن الشعب استقبل 25 جويلية يعني بكل يعني محبة وبكل طيب. شجاعة وبكل يعني. لكن أستاذ أحمد لعلك تذكر أستاذ أحمد اسمعني نعرفك أنت باش تقول لي لا مش هذا. لا مش هذا، لا سؤالي لعلك تذكر أنت أستاذ أحمد أنه بعد بيان التأييد ل 25 جويلية الاتحاد قدم مشروع متاع حوار وطني، ورد عليه الرئيس وقتها قال على أي حوار يتحدثون، يعني كأنه يقول أنه الباب أغلق من طرف الرئيس الذي رفض التفاعل والتعامل مع الاتحاد وليس العكس. يعني هل منع الرئيس أن يقوم هذا الحوار وأن يتحرك أصحاب هذا الحوار
كانوا في البداية اثنان بس بعتالي ولو ثلاثة ورينا اجتماعات، ولكن بعد ذلك انتهى كل شيء. هل السلطة هي دخلت ان قالت لهم ما عندكمش حق تعملوا الثلاثي هذا ولا النشاط هذا؟ هم وحدهم لا، هم قالوا لأن السلطة قالت لن نتعامل مع مخرجات هذا الحوار، نحن تجاوزنا ذلك. الرئيس قيس سعيد قال تجاوزنا ذلك، يعني هم يلتقوا يتحاوروا ولكن نحن لن نتفاعل معه. كيف ترد؟ كيف ترد عندما يقال لك هذا الكلام؟ كيف ترد؟ أنا يعني أن تقبل وتصمت، وهذا الذي حصل. وبالتالي وعلاش صمتوا؟ لأنهم يعني يعرفوا الواحد خارج طيار مثل ما يقال، يعرفوا شعب في واد وما يطرحونه في واد. شوف نرجعوا للعهد نتاع العباسي وكل حكاياتك نتاع الحوار الوطني وكل الدراسية هذيك، تجاوزها الزمن المرحلة هذيك، والضغط هذاك تجاوزه الزمن. ولكن الجماعة يعني البلاد في عهد قيس سعيد لا تدار بحوار وطني؟ ألا تحتاج تونس اليوم على سبيل المثال إلى حوار وطني يا سيدي يشرف عليه حتى الرئيس؟ حوار من مع من؟ حوار الرئيس مع كل القوى المعارضة والمساندة. الرئيس عنده مشروع انتخب لتنفيذ مشروع، وهو ينفذ المشروع نتاعه والذي أعلنه. إذن طيب ما الذي سيغير هذا الموقف أستاذ أحمد؟ موقف الاتحاد هذا موقف الذي أخذ مسافة شاسعة وكبيرة وواضحة الآن من خلال هذا البيان، ما الذي سيغيره في مستقبل العلاقة؟ أنا كان طلبوا مني رأيي، نعم، نقول لهم عملوا مؤتمر كبير، مؤتمر للنقاش، مؤتمر للنقاش، نعم، راجع فيه كل شيء، شوفوا البلاد وين موجودة، وين كانت، وين موجودة الآن، إلى أين هي ذاهبة الآن أيضا في المستقبل، وتوتروا اللي ثم مشروع جديد في البلاد تنخرطوا فيه ولا ما تنخرطوش فيه؟ جاي. إذا تنخرطوا فيه هذا كانت نية صحيحة، ترضوا الانخراط فيه ما عندكم تعمل هذا الشيء. وشنو المشروع الجديد؟ هو المشروع الجديد أهم يعني مؤسسة تعبر عليه هو الغرفة الثانية في البرلمان. نعم. هذه الغرفة ستلعب دورا رئيسيا في مستقبل البلد. كان الناس متحب تشوف البلاد فيها وكيفاش قاعدة تتحرك، كيفاش قاعدة تتطور، وكيفاش مشروع قيس سعيد قاعد يعني يتنفذ شيئا فشيئا، يتحملوا مسؤوليتهم. أما طيب، يحب للحقيقة وللواقع يرجع للواقع معليه، كان يتبع الأحداث ويتبع. أبقى معي أستاذ أحمد في البلاد. أعود إليك بعد قليل أستاذ مختار الجماعي. لو كان عندك تعليق طبعا الباب مفتوح، لكن أسألك بخصوص المضربين عن الطعام والموقفين بتهمة التآمر، ما الجديد؟ أنت قريب من هذا الملف. يبدو أن هناك تقاطع بين سؤالك وبين تعليقي. من يتحدث عن مشروع قيس سعيد لست أفهم على ما يتحدث. أولا ما سمعته الآن هو محاولة لإرجاع العمل النقابي إلى ما يسمى النقابين الشرفاء، النقابين الشرفاء الذين سهل لهم النظام البرجيبي في آخر حياته أن ينقلبوا على القيادة الشرعية وأن يكونوا مطبلين من جماعتي. نعم بالنسبة للسلطة السياسية، برغم ما مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل من انبطاح لمشروع قيس سعيد، إلا أن محدثكم الآن وهو نقابي سابق يريد انبطاحا أكثر فأكثر، يتحدث عن مشروع لقيس سعيد. أي مشروع لقيس سعيد فيما عدا بطاقات الإيداع التي أصبحت كالأمطار تتعاطل؟ ليس لديه لا مشروع سياسي. طبعا الأوراق المالية هذا مشروع قيس سعيد الذي نريد أن ينخرط فيه الاتحاد وغير الاتحاد. سب الأعداء هذا هو المشروع الذي يريد أن يقع الانخراط فيه. نعتقد أنه لا مشروع لقيس سعيد إلا بطاقات الإيداع القضائية في حق المعارضين السياسيين التي جاء إضرابه هذه الأيام ليقول له كفاء. ولن أواصل في الحديث عن مشروع لمزيد انبطاح الاتحاد، وسأتحدث الآن فعليا عن هذه القضايا. أحصينا ما يزيد عن 20 قضية عنوانها الوحيد التآمر على أمن الدولة وقلب نظام الحكم فيها وتغيير المؤسسات الشرعية إلى مؤسسات غير شرعية. ونعتقد أن الجريمة الوحيدة التي اقترفت في حق مؤسسات الدولة
هي التي صارت ليلة 25 جويلية حينما وقع حل البرلمان الشرعي وإلغاء الحكومة وغير ذلك من الإجراءات. إذن مباشرة بعد هذه الجريمة النكراء أصبح مرتكبها يوجه الاتهام الذي يستبطنه نحو غيره من المعارضين، وأصبحت كثير من القضايا تفتح بوقائع مختلفة تتحد كلها في الوصف الجنائي للأعمال. إذن وماذا على ما يقتصر؟ يقتصر الأمر فقط على إصدار بطاقات الإيداع ليس أكثر، بدون إجراء اختبارات ولا إجراء أبحاث ولا مراسلات ولا توجيهات ولا تقارير ولا غير ذلك من الأعمال. جاء إضراب الجوع الذي شنه هؤلاء المحتجزين قصرا ليقول لهذا الأمر كفاه، أنا أباشر هذا الملف الذي منع حتى الإعلام من الخوض فيه، ملف اقتصر العمل القضائي فيه فقط على سماع مخبرين تحت عناوين مجهولة إكس إكس إكس، لم يخول لنا التعرف عليهم ولا إجراء مواجهة بينهم وبين المنوبين، واقتصر على سماعات فقط صدرت بطاقات الإيداع وانتهى الأمر عند ذلك. تجدد الحبس مرة وجدد مرة أخيرة إلى أن وصل اليوم عاما في 365 يوما 12 شهرا لم يبقى في أقصى مدة للحج سوى شهرين اثنين، فماذا سيصير بهما؟ اللي ما صارش خلال سنة كاملة كيف سيصير خلال شهرين اثنين؟ هؤلاء لا أصبحنا يائسين من الإفراج عنهم لأنهم في النهاية أسرى، أصبحوا يطالبون فقط بعرضهم على القضاء. هل تعرف لماذا هذا الطلب؟ لا نستصدر حكم بالبراءة، لأن هذا الحكم صعب جدا في ظل قضاء وقع ضرب استقلاليته بحل مجلسه الشرعي، ضرب أمنه وأمانه من خلال مجموعة من قرارات الإعفاء، وضرب راحته النفسية من خلال الفراغ من خلال حركة قضائية استفرغت كثير من القضاة الذين لا يمكن أن يصلحوا للأعمال. إذن عفوا إذن ليس طموحهم حكم بالبراءة، ليس طموحهم بفراج، وإنما طموحهم مواجهة الجمهور بالعلن وحضور الصحفيين بعد تلاوة القرارات والأعمال وغير ذلك على مسمع ومرأة من الناس، ليقف الشعب التونسي عموما والصحافة على وجه الخصوص على خواء هذه الملفات. طيب طبعا أنا تركت التواصل لأن مسألة أنت قريب من الملف وحبينا نفهم بالضبط حيثيات ما الذي يقع وكيفية التعامل، وهذا مهم جدا حتى للجمهور والذي يتابعنا، ولذلك أنا لم أقطعك لأنك لا تقدم رأيا سياسيا، تشرح ما الذي حصل بالتفصيل وهذا أمر مهم جدا. أستاذ زياد، ما تعليقك على أكثر من سنة الآن وهم ينتظرون المحاكمة، بل هم من يطالب بالمحاكمة، محاموهم يطالبون بالمحاكمة، جبهة الخلاص تطالب بمحاكمتهم، والنظام هل مازال يستكمل في الملف في الأدلة أم ماذا يعني؟ شوف خلينا نقول حاجة، قيس سعيد يعني كان صادق جدا في معركته مع المعارضة التونسية، لأنه قيس سعيد علاش قلت لك صادق، هو قال التهام على أمن الدولة. قيس سعيد يقول الدولة يراه هو ذاته، هو يقول لك أنا الدولة لوي 14، ولا هو يقول لك أنا الدولة. اليوم هو علاش حطهم في الحبس؟ لأنه تحت يعني قال أنه كان الناس دي يجتمعوا مع بعضهم باش يعملوا يوحدوا الجبهة ضد قيس سعيد أو حتى تحضير انتخابات رئاسية يعني القادمة. بالنسبة لقيس سعيد أنك تعلن أنك بتشارك في الانتخابات الرئاسية أو أنك تنسق الانتخابات الرئاسية أو أنك تحذر
للانتخابات الرئاسيه، فهذا تقريبا هو تآمر على امن الدوله وتآمر على قيس سعيد. لماذا؟ لانه اليوم نحن دخلنا في العد التنازلي لفتره حكم قيس سعيد. بالمناسبه حتى لو اتحاد الشغل وبعض المنظمات تعي جيدا انه قيس سعيد ليس له اي فرصه لفوز انتخابات 2024، وهذا كلهم حاليا قاعدين يسمعوا في بعض البطولات الوهمية متاع اللحظات الأخيرة. ولكن قيس سعيد اليوم يعلم جيدا أنه أمام طريق مسدود لتزوير الانتخابات. لا ننسى أنه قيس سعيد خاطب معسكر مباشرة وقال له أنا أعي جيدا الانتخابات البرلمانية ستكون ما بين 20 و25%، أي أنه وكأنه يطلب منه أن الأرقام ما تحش على الأقل تحت العشرين، ما بين 20 و25. ثم تفاجأ قيس سعيد أنه الأرقام كانت ما بين 8 و11. مش باش نحكي طيب على طيب معها كارتر اللي قال الأرقام ما بين 2 و5%. ولكن اليوم قيس سعيد لقى وصفة جديدة، هناك استحالة أنه الشعب باش يطاوعه في الطريق العبث نتاعه، هذه واحد. اثنين، هناك استحالة أنه قيس سعيد باش ينجم عنده آليات أنه يدلس الانتخابات، لأنه يبدو أنه فما عجز داخلي وفيتو خارجي لتزوير الانتخابات. فالوصفة كانت سهلة جدا، شنو هي الحل؟ أنه المعارضة وكل من سيعلن الترشح نتاعه للانتخابات أو من يهدد المسار الانتخاب نتاعه باش يحطوا قيس سعيد في الحبس، هكاك يكون ضمن انه ما يترشح مع حتى حد ل 2024. طيب، ويكون امام طريق سالك لانتخابات 2024. استاذ زياد، واضح. خلينا ناخذ راي استاذ احمد كذلك الكحلاوي في هذه النقطه. الجميع استاذ احمد الكحلاوي يطالب، حتى بعيدا عن الاحزاب وغيره، حتى بعض منظمات المجتمع المدني تطالب بمحاكمه هؤلاء اللي عندهم اكثر من سنه، والمحامين يقولوا التحقيقات اكتملت والملفات موجوده فارغه ولا معبيه، هذا امر اخر. لماذا لا تبادر السلطه بعرض هؤلاء على المحاكمه، ولتكن سيدي محاكمه حتى علنيه امام الجميع؟ لا، قبل هذا إذا سمحت تفضل. يعني أحد المتحدثين تحدث منذ حين وهو يسترجع التاريخ، تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل ونضال الاتحاد العام التونسي للشغل المسجل في عقول وقلوب جميع التونسيين رغم مرور 50 سنة. يتحدث عن الانبطاح، السيد اللي كان يتكلم قبل المتدخل الأخير، هذا ما يعرفش الناس، وهذا جاء فقط لإلقاء بعض الشتائم ويعني الاعتداءات اللفظية. وهذا أنا شخصيا معناها لا ما نشكش في لحظة في أنه مثل هؤلاء الناس يتحدثون بمثل هذا الكلام. مانيش نحط على روحي الشعب التونسي، و يعني حتى البرة من تونس ما بين قوسين يعرفوا نحن. هذه السيد اللي يتحدث عن الانبطاح، واحنا نعرفوا الانبطاح شكون هم اللي انبطحوا وشكون هم الا مش انبطحوا فقط، انبطحوا للامريكا وانبطحوا للصهيونيه وانبطحوا لاردوغان وانبطحوا وارتكبوا جميع الجرائم التي امر بها هؤلاء. هذا هو الانبطاح الحقيقي والذي وجد والذي الجميع ادله على ذلك. طيب، اما بالنسبه للموضوع الثاني، لماذا لا يحاكم المعتقلون؟ يا سيدي انا عندي سؤال بسيط، لماذا يرفض المعتقلون، لماذا يرفضون المثول امام يعني القضاة للتحقيق؟ لماذا لا يذهبون؟ شكون هم حتى يرفضوا ما يحبوا؟ طيب يا استاذ احمد، استاذ احمد المحاكمه ناداك القاضي، ناداك القاضي تمشي له، ما تقولش ما نمشيلوش، وبعد تقول نحب محاكمه. يا اخي مو ثم قضاء وفما تراتيب في القضاء وثم احترام للقضاء، من ناحيه ما تمشيش للقضاء وما تخرج وتقع شد الشمري غادي وتحب امشي يا سيدي اقرم الشمري وامشي للقضاة وتحدث مع القضاة. يعني برايك التحقيق لم يستكمل؟ التحقيق المحاكمه برايك التحقيق لم يستكمل، اذا هذا هو السبب؟
يا سيدي قلت لك يرفضون الخروج، قلت لكم ما نخرجش ما ننسيش حاجه من التحقيق والقضاه التحقيق بصفه عامه، وبعد يقول لكم واضح وضحت الفكره استاذ. واضح اذا بمعنى انه الدوله تريد محاكمتهم لكن هم يرفضون التجاوب مع حاكم التحقيق، ربما قد يكون هذا سببا. اشكرك استاذ احمد الكحلاوي الناشط السياسي والنقابي، كنت معي من تون، شكرا جزيلا لك على المشاركه والافاده. لكني قبل ان اختم، مدام محامي موجود هنا مختار الجماعي، أود تعقيب فقط سريع يعني في دقيقة على ما قاله أستاذ أحمد، بكل طبعا الاحترام لكن هو ينقل هذا، هل هذا صحيح أنهم يرفضون التجاوب مع التحقيقات أستاذ مختار؟ لا أبدا أبدا، جميع هؤلاء وجميع المعتقلين بدون استثناء يلبون الدعوة كلما طلب منهم، والدليل على ذلك أن التجديد الحبس يتم بحضور المحامي، يتم بحضور ذي الشبهة أو المتهم بعد إعدامه لذلك وإمضائه عليها وتسجيل استئنافه إن أراد ذلك. الوحيد الذي قاطع القضاء من غير هؤلاء غنوش لم يقاطعوا القضاء فقط هو الأستاذ راشد غنوشي، ردا على جرجرته أحيانا أمام القضاء من أجل التنكيل به، وجميعنا يتذكر أنه اتخذ هذا القرار بعد أن رفعت فيه قضية في اجتماعه بقيادات جهادية، هذه القيادات هذا الشاكي قال إنه يحتكم على شريط فيديو، حينما طلب منه قال إن هذا الشريط قد سرق مني، وبالتالي فهم الأستاذ غنوشي أن الأمر يتعلق بالتنكيل به. أما هؤلاء فبالعكس هم يحضرون كل ما دعي، أذهبوا إلى أكثر من هذا، هم كل شهر يتوجهون لقاضي التحقيق بطلب الإفراج، يرفضوا قاضي التحقيق يتوجهون بعد 4 أيام إلى دائرة الاتهام لتقديم مطلب آخر، إذن هم يطلبون المثول أمام القضاء على خلاف ما ذكر هذا مخاطبكم. شكرا جزيلا أستاذ مختار جماع، عضو مؤسس لمنظمة محامون لحماية الحقوق والحريات. أشكر كذلك الأستاذ زياد الهاشمي عضو مجلس النواب المنحل، كنت معي كذلك من بروكسل، شكرا جزيلا لكما، والشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وغدا مشهد جديد وموضوع جديد بإذن الله. السلام عليكم.